بن حمو محمد الأمين، كيف ترون تربص تونس؟ بسم الله الأولى رحبوا بكم. كاميرا. تربص هذا راه أورغانيزي بيان، رانا مع ستاف تكنيك، لي جوار ديكسبيريونس، الحمد لله رانا نبريبارو بيان ونجدوا البطولة إن شاء الله. إن شاء الله. بن حمو محمد الأمين، كيف ترى الأجواء داخل المجموعة بين مختلف اللاعبين، لاعبي الخبرة، لاعبي شباب؟ الأجواء داخل المجموعة ما شاء الله، رانا مع دي جوار ديكسبيريونس ما شاء الله، رانا مع لي جان وندو منهم شوية خبرة والحمد لله. بن حمو محمد الأمين، في خلال هذا التربص كنت بمباراتين وديتين واللي شاركت فيهم وكان حققت نتائج إيجابية، كيف ترى مستوى اللاعبين؟ مستوى اللاعبين راه بيان الحمد لله، راهي راه يطلع شويه بشويه وراه كاين احتكاك بين اللاعبين وكاين منافسه بين اللاعبين، هذه هي اللي حاجه اللي تخليك تجيب ريزلت ان شاء الله الحمد لله. وانتم كلاعبين هل انتم عازمون على تحقيق لقب البطوله على الابواب؟ احنا رانا نبريبارو نوجدوا ان شاء الله مع ستاف تكنيك مع لي جوار كلش بيان، وهذا هو الهدف تاعنا تحقيق البطوله وان شاء الله نكونوا قد مسؤولين. كلمة يتوجهها محمد أمين للأنصار القبة. كلمة يتوجهها للأنصار القبة، وقفوا مع فريق وقفوا معنا وإن شاء الله نحقوا بطولة إن شاء الله.